والله يا الجوف، هذا الجوف سيدهم كلهم دا، بس الجوف شوفوا الجوف، الجوف وما أدراك ما الجوف. الله يا الجوف، الله 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 يا الجوف، الله شوفوا فين واقف الجوف، برضو نفس الظروف يا أخوان. يا الله شوفوا كيف حافظ على الإغلاق الشهري، ولكن شوف الجوف، الجوف ما قصر، الجوف أعطى أكثر واحد فيهم ناس. الجوف كان قريب من قمة 2006، الجوف كان قريب من قمة 2006، قمة 2614 ريال فاصلة 53 هللة، والجوف سجل الأعلى يا الله 99.80، كان باقي له 14-15 ريال ويلامس قمة 2006. ومع ذلك ورغم نزوله وكسروا لمناطق ال 92 ثم كسروا المناطق ال 83، ومع ذلك تجرأ في أوغست على كسر النسبة، ولكنه عاد بقوة فوقها وحافظ على التمركز فوقها اللي هي مستويات، تخيلوا كانت قمة فرعية في عام 2006 بعد الانهيار من عام 2006. شوف هنا في منطقة كانت قمة، وهنا منطقة 38 في بوناتشي، وهي عند 74.50. هي نفس الكلام اللي قلناه في تبوك نقوله في الجوف. كيف تنعدم الثقة في الجوف الزراعية في سبتمبر؟ كيف أنا أبدأ أتوجس من السهم إذا كسر 74.60؟ وإذا بدي أحط لنفسي، وإذا بدي أحط لنفسي منطقة من باب التأكيد لعدم أن السهم لسه ما أغلق شهريا، فأنا لا أقبل بكسر القاع 70.70 في أوغست. هذه آخر حدود للتعامل مع الجوف، لأنه شوفوا الجوف لو كسر مناطق زي كده، هو لم يختبر قمة 2014 المخترقة عند 59، وعنده هنا 62.5 مستويات الخمسين فيبو من الموجة، وأنا إيش در أمي ما يجي يجرني الأفندي حتى ويكسرها ويرجعني إلى 38 فيبو بكسر 61 فيبو. هذه أمور بصراحة. لذلك خلونا نتفق مع الجوف إنه أول علامات الإنذار وصفارات الإنذار تكمن بكسر 74.60، أما النهائي خلال هذا الشهر لا تقبلون بكسر قاع شهر 8، لأنه هنا في من وراها كارثة فنية وفيها نزول قد يستمر حتى مناطق قريب قمة 2014 59 ريال ومنطقة الخمسين فيبو 62.25. وزي ما قلت لكم مو مضمون الشغل ده، يعني ما تدري. السهم إلى الآن محسوب علينا في قناة هابطة بعد ما اخترق، بعد ما صعد الصعود هذا كله عندنا مسار هابط، فنعتبر إنه هذا مثلث الآن، يعني حدود المألوف حيكون خلال سبتمبر ضمن هذا المثلث. إذا في تصور إيجابي في المستقبل فهو على حساب اقتحام الترند مع منطقة 78 فيبو من جديد 92 ريال، أما كسر 70.70 فانتبهوا لا يستمر المسلسل الهابط حتى 59. هاي حتى الجوف واقف وقفة حلوة فوق النسبة الذهبية وفوق القمة دي اللي شرحت لكم هي على اليسار، كانت قمة فرعية هذه، ما دام اخترقها تحول الدعم، هو حافظ على الإغلاق الشهري فوقها، وهذه حدودها كمان فوق عند 76 ريال. شوف حتى شمعة سبتمبر الأدنى 76.10، يعني فتح ومحافظ عليها الآن، والسهم قيمته 77.10، والسهم تذبذب عالي في اليوم، يعني ما شاء الله تبارك الله لو طلع تخطى على النظرية 83 بالراحة يوصل 92، يوصل عند 78 فيبو خط الترند،
من جديد على الشهر